أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفات سامير، وذلك لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار المحروقات والحلول الممكنة للحد من غلائها، وكيف السبيل لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقة في زمن الانتقال الطاقي. أهلا وسهلا الأستاذ اليماني، مرحبا. أهلا وسهلا سي ريم، مرحبا بيا عندكم في هذا الموقع ديال الأنفاس اللي كنحييه وكنحيي المجهود اللي كتقوموا به من أجل تنوير الرأي العام الوطني حول القضية المستجدات اللي مطروحة. مرحبا الأستاذ اليماني. أهلا وسهلا. بداية، لماذا هذا الارتفاع في الآونة الأخيرة لأسعار المحروقات، وما هي الحلول الممكنة للحد من هذا الغلاء المحروقات؟ والأسعار ديال المحروقات في المغرب، ولا سيما المادة ديال الغازوال اللي كيستهلكوه المغرب بشكل كبير، مرض هذا الارتفاع ثلاثة ديال العوامل أساسية. كاين العامل الأول هو السوق الدولية اللي عرفت واحد الالتهاب ديال الأسعار نتيجة ديال الانتعاش الاقتصادي من بعد التعافي من الجائحة ديال الكورونا، والتهافت ديال الاقتصاديات الكبرى على أساس تاخذ حاجيات ديالها من السوق العالمية. هذا هو يعني السبب الأول. السبب الثاني هو انه المغرب في الحكومه ديال عبد الاله بن كيران في البدايه ديال 2016 قرر على اساس انه يحذف الدعم ديال المحروقات والماده ديال الغازوال، بدعوى على اساس انه صندوق المقاصه ما قدرش يتحمل هاد الفاتوره في واحد الزمان اللي كانت في 2012 و2011، وصل الثمن ديال البرميل الى ما فوق 100 دولار. السبب الثالث هو انه الحكومه كذلك من بعد ما حيدت الدعم حيدت التحرير، دارت التحرير ديال الاسعار، بمعنى ما بقاش كتدخل في تحرير الاسعار للبيع العمومي، ومعناه بالضبط هو انه الحكومه حيدت التحديد ديال الارباح ديال الموزعين، وخلات الموزعين او الفاعلين في هذا المجال هما اللي كيحددوا الاسعار ديال المحروقات. اذا هاد ثلاثه ديال العوامل هي اللي عطات لنا اليوم هذا الارتفاع ديال اسعار ديال المحروقات، واللي هي مرشح للارتفاع كل ما ارتفع السوق الدولي ديال المحروقات. للحيلولة دون هذا الشيء او للتصدي او على الاقل للحد من هذا الاطار، الحلول بالنسبه لنا هي واضحه وسبق ان تحدثنا عنها في اطار الجبهه الوطنيه لانقاذ المصفات المغربيه، اللي هي بالمناسبه جمعيه كترافع في هذه القضايا ديال الطاقه بالغايه ديال تعزيز الامن الطاقي الوطني وتوفير الطاقه لجميع المواطنين باثمان مناسبه. حنا كنعتبروا بانه المدخل الاول لهذا الشيء هذا هو انه المغربي خص يشجع الاستثمارات في التنقيب على البترول والغاز، ويدير واحد التنافس حقيقي ديال المستثمرين في هذا المجال. المساله الثانيه هو انه المغربي يتحكم في الصناعه ديال التكرير ديال البترول، وعلى راسها الارجاع ديال المصفى ديال المحمديه المتوقفه منذ غشت 2015، وعلى اساس انه يفك التفاهم اللي كاين حول العمليه ديال الاستيراد وديال التوزيع، ويفك العملية ديال التخزين على العملية ديال التوزيع. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني باش نحدوا من الأسعار ديال المحروقات هو أننا يخصنا نرجعوا للتسقيف ديال الأسعار ديال المحروقات، أو أنها المحروقات يخصها ترجع للمادة المنظمة أسعارها، لأنه لبان خلال هذه التجربة اللي فاتت بأنه الفاعلين استغلوا هذه الفرصة واغتنوا بشكل غير مشروع على حساب الجيوب والطاقة ديال المواطنين. إذا ولذلك حنا كنا تقدمنا كجبهة وطنية في واحد المقترح ديال القانون على أساس أنه المحروقات ترجع في إطار اللائحة المنظمة أسعارها. وكاين المسألة الثالثة هو يجب التفكير في آلية من الآليات ديال الرجوع للدعم ديال الأسعار ديال المحروقات في الوقت اللي كيتجاوز هذا المنحنى ديال 9 ولا 10 ديال الدراهم اللترو. وهذا الشيء راه داروا بعض الدول بحال فرنسا، بحال بعض الدول ديال الاتحاد الاوروبي، لان نعتبر بان من كنوصلوا ل 10 وكنوصلوا ل 9 دراهم ديال الغازوال، المساله تولي تتعلق بالسلم العام الوطني اللي ما عندوش ثمن الى فقدناه. دونك ولذلك لابد من الرجوع لالم الاليات ديال اننا ندعموا الاسعار ديال المحروقات، باش ندعموها باش ما تزوج هذا السقف البسيكولوجي ديال 10 ديال الدراهم او اقل منه بقليل او بكثير. نعم. على مستوى قضيه شركه سمير، فين وصل الملف ديال قضيه سمير؟ هذا الملف اللي عمر سنوات استاذ يماني. الملف ديال شركه سمير فهو ملف مازال مطروح في اطار التصفيه القضائيه لدى المحكمه التجاريه ديال الدار البيضاء سيدي عثمان. ولحد الساعه ما كاينش شي جديد او تقدم في الملف، وانما هناك ما يمكن ان نسميها بطواحين الهواء، او انه الملف يدور في موضعه،
والموقف ديالنا حنا كنا عبرناه سابقا بانه المسؤوليه ديال الاحياء ديال هذه المؤسسه او هذا الجوهر الوطني هي مسؤوليه الدوله المغربيه، لان عندها مسؤوليه اساسيه في السقوط ديال هذه المؤسسه من خلال الخصصه والتغاضي على الفساد وعلى التدمير لنهجو الملك السابق ديال هذه المؤسسه، وكذلك لانه الدوله عندها مسؤوليه ديال الحمايه ديال كل المكاسب المرتبطه بها سواء الاجتماعيه او الماليه او الاقتصاديه، ولاعتبار اساسي ومهم على انه المديونيه اليوم اللي كاينه على الشركه اكثر من 70% حتى 75% فهو مال العام اللي كتسالو الدوله يا اما عبر القرض الحيازي ديال الجمارك او عبر الابناك الوطنيه او عبر المؤسسات الوطنيه. والقانون في هذا الشيء ديال التزامات العقود يقول بانه اموال المدين او اموال الشركه اللي كتكون في اطار التصفيه القضائيه فهي اموال للدائنين، بمعنى اليوم اصبحت الشركه بقوه القانون في ملكيه الدائنين وعلى راسهم الدائن الكبير المال العام. نعم. اذا ولذلك احنا في الجبهه الوطنيه كذلك في هذا المجال هذايا تقدمنا مقترح قانون ديال تفويض ديال الاصول ديال الشركه ديال سمير لفائده الدوله المغربيه، ولكن يتبين بان الحكومه السابقه هذا الشيء ما كانش في الاهتمام ديالها ابدا ولم تعير ادنى اهتمام، بل انها تصدات لهذا المقترح ديال القانون. حنا اليوم تنعولوا على الحكومه الجديده خصوصا يترأسها رجل يعرف خبايا ودروب وشعاب هذا الملف بشكل كبير، ولانه هو كذلك من احد الفاعلين في هذا القطاع. اذا كنراهن على الحكومه هاتي على اساس انه يتفك هذا المشكل الذي عمره كثيرا، ونعاودوا نرجعوا هذه المصفات لانه هي من الاليات ديال كبح الجماح ديال الاسعار الفاحشه ومدخل من المداخل ديال تعزيز الامن الطاقي الوطني كما جاء في الخطاب ديال الملك في افتتاح ديال الدوره البرلمانيه الاخيره. بالنسبه للغاز الجزائري استاذ يمري، ما هو اثر انقطاع ديال الغاز على تمديد الحاجيات الوطنيه من الطاقه، وكيف السبيل لتعزيز الامن الطاقي للبلاد في زمن الانتقال الطاقي؟ بالنسبه للغاز ديال الخوا او الغاز ديال الجزائر، يمكن بدي بواحد القضيه على اساس انه الحاجه ام الاختراع، بمعنى الحمد لله احنا في المغرب ملاسنا ببلد منتجي للنفط والغاز. اذا هذا الشيء هو اللي دفع فينا المغرب منذ زمان نفكر في شكل ديال تامين الحاجيات ديالنا، ومن هذا التفكير هذا هو انه السله الطاقيه ديالنا لانتاج الطاقه بجميع انواعها فهي متنوعه. فيها الغاز الجزائري بواحد الشكل قليل جدا، فيها الفحم الحجري، فيها الفيول الصناعي، فيها المواد البتروليه، وهذه سنوات اتجهنا للطاقات المتجدده. اذا هذه الجعجعه كلها اللي اثرها هذا القرار، يعني المغرب ما كان فيه حتى شي تاثير، والدليل في ذلك احنا اليوم كنصوروا معكم امام الانوار يعني الساطعه، المغاربه منورين ومشاعلين ومضويين وما وقع حتى شي مشكل، والتاثير ديال هذا الشيء بسيط جدا. وحتى باش نذكر بانه هذا المشروع هذايا ديال الغاز او الاستفاده من الغاز المغرب كان لا بد يستفد منه بشكل عيني، لانه الاتفاقيه في الاصل راه وقعت ما بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، واللي معني بالدرجه الاولى الخسائر والتهديدات هي الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي هو المتضرر اكثر. هو المتضرر اكثر، وكذلك الجزائر، لان كان عندها واحد المنفذ ديال البيع ديال 13 مليار متر كوب بشكل امين، اليوم كتقلب على حلول اخرى بديله باش يمكن ديرها، واللي هي حلول يعني اقل نفعا واقل يعني كسبا. ولذلك المغرب في اطار هذا الشيء هذايا عنده بدائل، والدليل في ذلك نهار وقع هذاك التوقيف ديال الغاز. نعم. تم الانتقال الى موارد اخرى بالنسبه للانتاج ديال الطاقه الكهربائيه. نعم. والمغرب يشق طريقه باصرار في اطار التنميه ديال الطاقات المتجدده. نعم. وكل الطاقات الاخرى اللي موجوده لحد الساعه. نعم. وعلى مستوى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية للبترول، فين وصلت الترافعات ديالها وبدا عن الجمع العام المقبل للجبهة؟ الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية للبترول التذكير فهي جمعية مدنية تضم في عضويتها مجموعة ديال المناضلين من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وبجانبهم العديد ديال الخبراء في مجال الاقتصاد والمال والبترول والغاز، وكذلك مجموعة ديال المحامين والبرلمانيين والمستشارين. هي جمعية همها الأساسي هو الترافع لإنقاذ هذه المعلمات التاريخية اللي هي سليلة الحركة الوطنية من بعد الاستقلال، وكذلك لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بشكل متوفر وبجودة وبأثمان مناسبة.
تقدمت مجموعة ديال المبادرات منذ التأسيس ديالها في 2018، وكان عندها دور كبير على إبراز هذا الملف واستجلاء مجموعة ديال الغموض اللي كان فيه، سواء بالنسبة للرأي العام أو بالنسبة لأصحاب الحل والعقد. وحنا اليوم مقبلين على جمع عام في خلال الشهر المقبل إن شاء الله، باش نقدموا التقرير بالنسبة للمنتمين هاد الجمعية هادية، ونرسموا آفاق ديال عمل جديد بما فيها اللجوء إلى جميع المبادرات الممكنة، باش أنه الملف ما يمشيش أدراج الرياح، خصوصا ونحن نعتقد بأنه من بعد استكمال الهياكل ديال الحكومة والتعيين ديال الرئاسة ديالها والبرلمان وما إلى ذلك، هذا الملف غادي سيرجع لنطرحه بقوة، لأن كنعتبروا بأنه الإحياء ديال الشركة ديال لاسمير والتعامل مع المطلب ديالنا ديال إعادة تنظيم أسعار ديال المحروقات من بعد ما أسقطت الطائرة ديال المجلس المنافسة في هذا الموضوع، نعتقد بأنه الجمع العام سيخرج بمجموعة من المقترحات والإجراءات لمواصلة النضال والترافع في سبيل الدفاع على هذه المعلمة الوطنية. نعم، وبالنسبة لكما أشرت المجلس المنافسة، يعني المجلس المنافسة خاص غادي يحيي عاوتاني الملف ديال المحروقات مع المجلس ديال أحمد رحو. أعتقد بأنه الأمور في الأخير رصات عند رئيس الحكومة، هو اللي مطلوب اليوم يعيد النظر ويدقق في القانون على حسب ما أوصت به اللجنة الملكية المؤسسة في هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد بأنه رئيس الحكومة اليوم في واحد نوع ديال التعارض، لأنه من ضمن الفاعلين الأساسيين ومعني بالملف أو بشكل أو بآخر، وكذلك هو رئيس الحكومة اللي خصو يعدل هاد القوانين هذا. دونك أعتقد من الأحسن هاد الملف هذا يتحال بتفويضي من رئيس الحكومة على شي وزير معين ويتولى بهذا الملف هذايا، والبرلمان يخص يعيد النظر في هذا القانون هذايا. واللي كنطلبوا فيه حنا هو انه يتعاد هذا الملف ديال المحروقات للمناقشه من جديد، على اساس ندفعوا بهذه المؤسسه الاستقلاليه ديالها وخدمه مصالح الاقتصاد الوطني. نعم استاذ يماني، شكرا جزيلا استاذ يماني على هذه كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديد.